السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس، ولقاء الذي سنتابعه بعد قليل مؤجل عن الجولة الثامنة من الدوري الاحترافي إنوي يجمع بين الوداد الرياضي البيضاوي وفريق النهضة البركانية، قمة كروية في هذا الأمسية الرمضانية، حيث نرحب كل المشاهدين الكرام بالداخل وخارج أرض الوطن الحبيب على قناة الرياضية. فريق الوداد اللي غاب عنه انتصار في ثلاث مواجهات أخيرة من الدوري، أي منذ الفوز الجولة 11 على فريق سريع واتزم خارج الميدان بهدف لا شيء، حيث اكتفى بالتعادل امام المولدية وجدية وامام شباب المحمدية الجولة 14 بهدف ليميتي بالميدان، وهزيمة كانت خارج الميدان امام اتحاد طنجة بثلاث اهداف مقابل هدفين، معطيات يمكن نقول بانه غادي يدفع اشبال المدرب التونسي فوزي البنزرتي الى وقف نزيف النقاط وتحقيق انتصار التاسع هذا الموسم لمواصلة الصدارة، في الوقت اللي الضيف هو فريق النهضة البركانية، فريق كبير الحديث اكيد حول فريق اللي تعود انه دائما يلعب الادوار غير الموسم الماضي اللي كان كذلك يلعب على اللقب، بداوا يبحث عن مداومه الجراح بعد خروجه من منافسات كاس الكونفدراليه الافريقيه من دور المجموعات، هو اللي كان حامل اللقب واسمح له انه خرج من منافسات كاس العرش من دور الجمهور النهائي امام المغرب الفاسي، ليبقى امامه رهان واحد ووحيد هو الدوري الاحترافي إنوي كي يلعب ادوار متقدمه واللعب على اللقب او على الاقل رتبه مؤديه للمشاركه في استحقاقات القاريه. اجواء جميله هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس امامنا صعود اللاعبين لارضيه الملعب، غادي ننتظروا حوار تكتيكي بين التونسي فوزي البنزرتي وبيدرو بن علي سيمون صوفا، كذلك دخول حمزه اي تعلال رسمي في هذه المباراه بعد ما كان محمد رحيم اللي كان يوسف الضيو لاعب البوركينابي، في الوقت اللي غنتابعوا هذه المحاوله تمريره طويله خروج زوي العربي زوي 1-0 ولقاء الاياب كذلك 2-1 لفائده النهضه البركانيه هدفي عمر دور كبير في مسانده اللاعبين، هناك شرط لفائده تبعد المحاولة ترفعت من المؤيد اللافي تدخل كذلك ابراهيم البحلاوي تبعد الفرصة ايوب الكعبية، ولكن ترجع الكرة للحارس ديال زوير العروبي، تجربة والخبرة ديال هاد الحارس طويلة من امين ابو الفتح اتجاه محمد اوناجم، تدخل تاويل خدمة كان ديالو كرسمي في هاد صفر لميتلين، ذكر بان هناك كذلك مواجهات اللي كتدور في نفس التوقيت، يوسف الفحلي من نقطة الجزاء بالامس استبعد الفوز للمغرب الفاسي امام فريق اسد برشيد بهدف مهدي قرات فرصه تسديده ديال وليد الكارتي، ولكن كمشي فوق المرمى كان فرصه لفائده الفريق الاحمر امامنا وليد الكارتي حاول يسدد هذه فرصه لكن اقرب للحال، هناك خطا بالفعل هناك خطا حكم المساعد القاهره الوداد سيواجه فريق مولوديه الجزائر امام سيمبا، نتابع هذه الفرصه لفائده فريق النهضه البركانيه حمد العجيل، ولكن هناك تغطيه ممتازه الكره تخرج خارج ارضيه الملعب امين ابو الفتح تغطيه جيده وبالتالي كيخلي الكره تخرج خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق الوداد، لاحظوا حمد العجيل كونترول كان بشكل جيد ترجي اربعه ديال الثابته وضربت اخطاء دي فرصه كره ارضيه الخطوه تلعبت الكره من المؤيد اللافي داخل المعترك الراسيه ديال اشرف داري ولكن مشات جانبا من مرمى الحارس الدول العربي امامنا اشرف داري، كل ما كان هناك ان شاء الله لبلا يكون بالمغرب الصفاقسي التونسي امام شبيبات القبائل، نتمنوا التوفيق لقطوي الكره المغربيه الوداد ولكن تابعوها الى المستوى المشاركات القاريه، هذه فرصه فرصه القائم يرد كره الدولي الليبي مؤيد اللافي كان بامكانه ان يوضع الكره في اشياء او يحيى عطي اطلاق يلعب الكره ممتازه هذه فرصه ولكن ما وصلش الكره ايمن الحسوني، يعني اعتقدت بانه يحيى جبران هو غادي يلعب كره باعتبار بانه كيلعب بالرجل اليمنى، نتابعوا هذا الخطا على الطراوي لعب الكره ممتازه اتجاه اليمين، كانت فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه انا الطراوري كيلعب الكره بيرفع الكره فرصه للوداد الراسيه المطالبة بلمسة يد ضربة جزاء بالفعل ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد ورقة حمراء لأنه كان إخراج الكرة باليد وبالتالي فرصة لفريق الوداد من أجل تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة، كرة اللي تلعبات بشكل جيد تنفيذ هذه الكرة جبران كيوضع الكرة في الشباك جبران يضع الكرة في الشباك والهدف الأول لفائدة فريق الوداد يحيى جبران من نقطة الجزاء في حدود الدقة 23 يضع الكرة في شباك الحارس زهير العروبي وبالتالي كتغير النتيجة لفائدة الفريق الأحمر 1-0 يمكن نقول موصوفة أربعة ديال الأهداف تمريرة ممتازة عند اللاعب البحراوي وتدخل أنا الطراوري تلعبات الكرة ولكن
على الطراوري لعبات الكره، ولكن ليس حماده العشير، ولكن اقرب للفوز اللي كان الجوله 13 امام الرياضي الامير مولاي عبد الله المحليه. تألق على مستوى دوري ابطال افريقيا عند انان تراوري. تراوري هذه فرصه واصطدام قوي، اصطدام قوي من ابراهيم البحراوي والحارس عيسى السيودي. ما كانش لاحظوا التمريره، يعني حاول يوصل الكره للانزلاق ديالو فخلاه يصطدم بالوجه ديال عيسى. خروج عيسى السيودي الى دخول يانيس حنين. هذه فرصه لفائده فريق النهضه. كانت سديده، الكره كتمشي جانبا، كانت سديده وفرصه لفائده فريق النهضه البركانيه بواسطه لاعب يوسف ازغودي الذي يسدد الكره تمر جانب في هذا الخطا. تعبت الكره دائريه، فرصه راسيه، الخطوره دائما تدخل حركه. تابعوا الخطا اللي يحمل الخطوره على دفاع فريق الوداد. حماده العشير، العشير غيحاول يرفع الكره، تمريره وتدخل ممتاز. الرجاء ثم فريق الوداد. محمد اوناجم، اوناجم سقوط اوناجم داخل الملعب لفائده فريق النهضه البركانيه. ابراهيم البحراوي تدخل وابعاد الكره في فريق الرجاء. وايوب الكعبي من الوداد، يعني لاعب لفريق الوداد اللي كان وقع 19 هدف. وهذه المحاوله محمد اوناجم ترفعت الكره، فرصه لفائده فريق الوداد والحكم تعيب على بالنسبه للدفاع ديال فريق الوداد من خلال يعني هناك تحرك ديال لاعبين فريق النهضه البركانيه. تلعبات الكره، هذه فرصه تسديد، هذه فرصه نتابعوا الفرصه. حمزه يتعلى، تمريره راسيه. تبعوا هذه المحاولة تسديدة ممتازة، كانت اللاعب ابراهيم البحراوي. ابراهيم البحراوي كيساعد التنفيذ لعبات الكرة. العودة والرجوع ديال اللاعبين ديال الفريق هناك. إذا الحكم كاين ضربة جزاء. إذا بعد استشارة مع الحكام ديال الفار رضوان الجيد والحسن أزقاو، الحكم ياسين بوسليم يعلن عن ضربة جزاء ثانية لفائدة فريق الوداد. نتابعوا اللقطة من جديد. تدخل ديال عمر محمد أوناجم. أوناجم كيوضع الكرة في الشباك، كانت المتابعة ديال زوير العروبي لمس الكرة، ولكن الكرة تعانق الشباك وهدف ثاني. وفرحة كبيرة للاعبي ولمحمد أوناجم بهذا الهدف الثاني. نتابعوا من جديد. محمد أوناجم لعب الكرة أرضية، متابعة ديال زوير العروبي، ولكن أيوب الكعبي. الكعبي تسديدة والقائمة ثم فرصة والهدف الثالث. وليد الكرتي يضيف الهدف الثالث لفائدة فريق الوداد. كنقول بأنه كان فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق النهضة البركانية، وبالتالي استغلاله على نحو جيد. تابعنا المحاولة ديال أيوب الكعبي، الكرة في القائم ثم تسديدة ثم وليد الكرتي ينجح في وضع كرة في الشباك وهدف ثالث لفائدة فريق الوداد. نتابعوا من جديد هذه الفرصة. يحيى جبران، جبران بالرأس ممتازة، ولاحظوا الهدوء في إخراج الكرة. وهذا كبير بانه المعنويات الان مرتفعه للاعبي فريق الوداد. ممتازه في الجهه اليسرى عند عبد الله حيمود، انطلاقه من الجهه اليسرى. سيمون صوفا طلب الكره، عبد الله حيمود شنو يعمل؟ حيمود عند بادي اوك، هذه فرصه لفائده فريق الوداد. بادي اوك رفع الكره، فرصه الهدف الرابع، الهدف الرابع من امضاء سيمون صوفا اللاعب الطنزاني. استغلال جيد للمحاوله الاخيره، بادي اوك يمرر بشكل جيد، كذلك عبد الله حيمود اللي طريقه كيمرر في الجهه اليمنى. وبالتالي